وزع رجال الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات الحلويات على المواطنين داخل مترو الأنفاق ومحطات السكك الحديد بمناسبة المولد النبوي الشريف، وأبدى المواطنون سعادتهم فور رؤيتهم رجال الشرطة يوزعون الحلوى، وذلك في إطار الدعم المجتمعي ومد جسور التواصل بين الجهاز الشرطي والمواطنين في ضوء تكليفات اللواء محمد يوسف مساعد وزير الداخلية لشرطة النقل. تمكنت الإدارة العامة لحماية الأداب بوزارة الداخلية برئاسة اللواء أمجد شفعي من إلقاء القبض على ساقطة أثناء ممارستها الأعمال المنافية للأداب مع مطرب عربي مشهور داخل شقة بمنطقة حدائق الأهرام بالجيزة. كانت معلومات وردت تفيد بقيام فتاة بممارسة الأعمال المخلة للأداب مع الرجال دون تمييز مقابل المال، وأنها اتفقت مع أحد الزبائن لقضاء سهرة معه في شقة بحدائق الأهرام نظير مبلغ مالي كبير، وأكدت التحريات صحة المعلومات. ألقى مجهول عبوة ناسفة باتجاه أحد المطاعم في وسط العاصمة ستوكهولم وفقا للشرطة السويدية، وبدأت الشرطة التحقيق في الحادث الذي استهدف المطعم قبل أسبوع واحد من تجهيزه للافتتاح تمهيدا للاحتفالات ليلة رأس السنة الميلادية الجديدة. وقال صحيفة ذا لوكال السويدية أنه تم استدعاء خبراء المفرقعات لفحص مكان الحادث في وسط ستوكهولم، وأشارت مصادر بالشرطة أن عددا من عمال المطعم كانوا في الداخل إلا أنه لم يصب أحد منهم بأذى. تلقت الأجهزة الأمنية بقنا إخطارا يفيد العثور على جثة ربة منزل وابنتها وابنها داخل منزلهم بقرية المحروسة التابعة لمركز قنا، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين مصرع كل من سيدة وابنها وابنتها، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات ونقلت الجثث إلى المشرحة. غرد الكاتب علاء الأسواني عبر صفحته الرسمية على موقع التدوينات القصيرة تويتر قائلا: نشر بعض الصحفيين من عملاء الأمن أنني سأهاجر إلى أمريكا، وأقول لهم أنني سأهاجر إلى جزر القمر أو أي بلد بعيد هربا من أشكالكم الكئيبة، أتمنى فعلا. كانت بعض المواقع الإخبارية قد نشرت خبرا يفيد بتردد علاء الأسواني على السفارة الأمريكية لاستخراج تأشيرة سفر استعدادا للهجرة من مصر، وهو ما استفز الكاتب الروائي ورد على تلك الأخبار بطريقة غاضبة وساخرة. استعرض الرئيس الأمريكي باراك أوباما مهاراته في لعبة الجولف أمام حشد من الصحفيين والإعلاميين في جزيرة هاواي، ونجح أوباما في وضع الكرة داخل الحفرة رقم 18 من مسافة 12 مترا ليرفع يديه ويلوح للإعلاميين ومرافقيه. ويقضي أوباما عطلة أعياد الميلاد مع زوجته ميتشيل وابنتيه ماليا وساشا. قال الفنان فتوح أحمد أنه لا يمتلك أي حساب على تويتر، وأن ما تم نشره على لسانه من عبارة حملت تساؤل: هل ينفع يوم القيامة لو ربنا جه يحاسب السيسي أفديه بنفسي؟ من قبل شخص مجهول ينتحل شخصيته على تويتر، هو كلام ملفق من شخص فاضي. وأوضح أنه لا يهتم بمواقع التواصل الاجتماعي. كان شخص ينتحل اسم الفنان على تويتر قد كتب تويتر قال خلالها سؤال أزهري: هل ينفع يوم القيامة لو ربنا جه حاسب السيسي أفديه بنفسي وأخش النار بداله؟ لأني بصراحة بحبه قوي. تحقق نيابة كفر الدوار العامة بالبحيرة في واقعة استبدال طفلتين بحضانة مستشفى كفر الدوار العام، حيث بدلت الممرضات الطفلتين، لكن الأسرتان اكتشفتا هذا الخطأ بعد عودتهما إلى المنزل، حيث تم التعرف على الطفلتين من خلال شارة التعريف الموجودة بمعصمي الطفلتين، وهما ما دفعهما إلى التوجه للمستشفى وتحرير محضر. تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يرصد واقعة بشعة لمشاجرة عنيفة بالسيوف في مدينة الدار البيضاء المغربية، ويظهر في الفيديو قيام عدد من الشباب بالاعتداء على آخر بالسيوف حتى سالت الدماء منه وبعدها أشعلوا النار فيه. تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يرصد لقطات الأولى من محيط الانفجار داخل مطار صبيحة بالعاصمة التركية اسطنبول، ويرصد الفيديو عددا كبيرا من سيارات الإسعاف
تحسبا لوقوع انفجارات أو سقوط ضحايا آخرين. يشار إلى أنه وقع صباح اليوم الأربعاء انفجار في موقف الطائرات بمطار صبيحة الدولي في مدينة اسطنبول التركية، مما أدى لإصابة شخصين بجروح. يوافق اليوم عيد ميلاد سلطان الطرب الفنان جورج وسوف، حيث ولد يوم 23 من ديسمبر عام 1961 بسوريا. وبدأ جورج وسوف حياته الفنية بغناء المواويل منذ أن كان طفلا، الأمر الذي جعله يشتهر به. بعد ذلك توالت أعماله الفنية، لكنه في أواخر عام 2011 تعرض إلى جلطة دماغية جعلته يغيب عن الوسط الفني لمدة 3 سنوات، حيث كان في هذه المدة يتنقل بين دول عربية وأوروبية لتلقي العلاج، ثم عاد وظهر عام 2014، حيث كانت بداية عودته إلى الساحة الفنية. انت اللي عالم يا حالي، حديني انت يا وحشني انت، دلني الفي.